بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه يعني هذه الكلمات التي أوردها المصنف من سورة الملك ومن سورة القلم، ثم ذكر بعدها هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنه عتل بعد ذلك زنيم، أنه يعني مثل زنمة الشاة، يعني وهي الشيء الذي يكون متدلي من رقبتها، فهذه قال لها زنمة. فيعني فكان هذا الرجل الذي متصف بهذا الوصف هو ممن تعنيه هذه الآية، أو ممن يراد بهذه الآية. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف، لا أقسم على الله لا بره، وأهل النار كل عتل جواب مستكبر. وهذه صفات، يعني أن النار الغالب من يدخلها المتكبرون، والذين عندهم استكبار وترفع وتعالي، وأما الجنة فيدخلها الضعفاء. ولهذا كان أتباع الأنبياء الضعفاء، لا يتبعهم المستكبرون والمتكبرون والمتجبرون، هذا أتباع الرسل. ولهذا في حديث هرقل، قصة أبو سفيان مع هرقل، وأنه كان يتبعه ضعفاء الناس، فقال: وهؤلاء هم أتباع الأنبياء. والمستكبرون والمتجبرون يعني هؤلاء مهمومون في الرئاسة، ومهمومون في التعالي والترفع. وقد ذكر يعني في تفسير يعني هذه الكلمات، الكلمة الأولى والثانية وهي عتل وجواب، يعني عدة تفسيرات.